بداية تطبيق مواعيد الصيفية من امتى؟ مساء الخير على حضرتك يا أستاذ أحمد وعلى في محافظات مصر، كل سنة حضراتكم طيبين يا رب. بالفعل إن شاء الله بإذن الله تعالى اعتبارا من 17 أبريل القادم موافق السبت بإذن الله تعالى هيكون في المواعيد الصيفي الخاصة بقرار الوزاري 56 وزير التنمية المحلية بشأن تشغيل العام في مواد طرحناها من قبل ما تفريق الاقتصاد. دكتور خالد التليفون حضرتك، معلش التليفون يعني مش مسموع كويس، ممكن بس المكان اللي حضرتك قاعد فيه؟ اتفضل. حاضر. ايوه كده تمام. تمام كده يا فندم؟ كده تمام، اتفضل. طبعا يعني كما حضرتك تعلم انه القرار الخاص بالمواعيد الخاصه بعمليات بالنسبه للفتح والغلق فيما يختص يا فندم بمواعيد فتح المحال التجاريه والمولات التجاريه باستثناء طبعا المطاعم والكافيهات هنجيلها دلوقتي والبازارات احنا من الساعه 7 صباحا وتغلق الساعه 11 مساء صيفا، على ان يتم زياده التوقيت ده يا فندم يوم الخميس والجمعه وايام الاجازات والاعياد الرسميه للدوله لتغلق الساعه 12 منتصف الليل صيفا. ثم ياتي بعد ذلك مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك اللي موجوده بالمولات التجاريه، فتح من 5 صباحا وتغلق الواحده صباحا صيفا، مع استمرار خدمة التكاوي توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار ال 24 ساعة. نيجي بقى للمحال الخاصة بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية، دي من 8 صباحا والغلق 7 مساء عدا صيفا، عدا الورش اللي موجودة على عدا الورش اللي ايه؟ الو دكتور خالد،